عليكم. بصوا بقى بكره ان شاء الله هنعمل فراخ، ما بين نعمل ملوخيه ملوخيه على المائده، وما بين مش عارفين. فاحنا نسلق الفراخ لغايه ما نشوف هنعمل ايه. بسم الله. الفراخ مقصوره متقطعه زي الفل اهي، قلنا ايه نسلقها. حط بقى بصل وجزر وورق لورا وحبهان. سيبها تسيبها كلها حلوه. بص مليان كتير ما شاء الله. بص الربع مش كده ما شاء الله جميل. شوف بقى هنسلقهم بقى وبكره نكمل باذن الله. سألنا الفراخ امبارح زي ما شفتوا. هبتدي بقى اعمل الرز. انا عملت حله كبيره بره، وهبدا اعمل ايه حبه كمان هنا اهو. شكرت الرز الاول، شكرت الشغاء الاولاني قبل ما تخلص اهي. شكرت الرز الاولانيه قبل ما تخلص اهي. نجهز بقى. ادي الرز اهو الشعريه، وحطيت فيهم الملح. ماشي. ازود بقى ميه، حتى دايما ميه سخنه هنا جنبي، حتى دايما ميه سخنه هنا كده اهو. انا بقى بجهز في الحله دي واحط على الشعله بره يتشرب عشان اعمل غيرها على طول. اول مره لما اتشربنا في المائده النهارده. خلصتهم خلاص. وخلصتهم جايز هتحل، جايز هتحل، مش جاي لنا كده حبا كده. جايز اسلم عليهم انا جايز هتحل. اليوم اللي هي جت وخلاص. لا يا كل يوم بتطلع بس ما جاتش. كل يوم بتطلع حتى ما جاتش تطلع معايا. ربنا يعافيك ويقويك. اللهم يا بخت اللي فطر صايم. اصل هم عاملين وجبات وهم بيوزعوها النهارده. مش عارفه فعلا يا سيدي. ربنا يجازيك خير يا ماما. السنه اللي فاتت ماما عملت لنا قطايف في المائده، فاكره يوم القطايف؟ انا بكره عملت حاجات. وعجنت العجينه على ايديها وكل حاجه. تعمل لنا طيب. ده احنا موعدين الناس اللي احنا فاكره يوم الكنافه يوم تلم عليهم العزومه وتقول لهم شوف صف بكره تعمل لهم كنافه عشان يسيبوني. نعمل لهم قطايف مش كنافه. عايزين قطايف؟ اعملوا قطايف. هجيبها لك انا حتى واعمليها. بس هتبقى بالعجوه مش بالمكسرات. مين هيجيب عجوه؟ نجيب عجوه حلوه ام عجوه؟ اه تحفه. احلى احلى من المكسرات. بتاع ابو عجوه ده تحفه. بيضرب نار بصراحه. انا تحت فيهم. بقول لك ايه؟ انا عملت المعمول. المعمول يا خرابي. هو المعمول ده. خلص. ده انا قعدت عليه بالليل هنا يا حاجه. يعني انا اللي صورته ده انا ما دقتوش. خلص. لا مفيش منه. خمس ست معمولات في. بقول لك ايه؟ سليم رايح جاي يقول لي ايه؟ ممكن معمول؟ سليم. ممكن واحدة معمول؟ معمول بجد خالص. انا فاهمة مصنفينه. خلصوا العجوة كلها. احسن من محلات ونعم ودايرة ولا هو على المعمول. والعجوة بتاعته نضيفة. حلو قوي. عارفة العجوة جايباها منين؟ من عند محمد العطار. بتهزر بالتراب. ممكن نعمل كبير معاكي نص كيلو او كيلو خلاص. ممكن نبعت مصطفى بعد الفطار يجيب لنا او بكره. او عادي نبعت اي حاجه. معمول ان كده كده عايزه حاجات من هناك. لو عامله بالملبن برضه بصراحه جامد. مدلعات. بمرضي الله. هم خلصوا اصلا. بس انت عامله ايه؟ متحمسين يعني بتقولوا كيلو وكيلو وكل حاجه. كيلو 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 كمان. عامل حساب الشقه اللي قدام. ده الكيلو ده تجربه. مش
عارف. ده عامل 5 6 كيلو. بس هيك الرز ده ماما جربتيه حلو بس عايز ميه زياده. ماما عايز ميه زياده. ده اللي احنا جايبينه من المطبخ. عارفه انا بصور رز عندي بحط لي 5 6 كوبات ميه عشان اسويه. هو الرز ده بس هو حلو بس هو كده كام ايه هو هو بياخد منه بس جميل عامل رز الساعه بس بيزيد على كده عامل رز الساعه حلو. لا جميل ماشي تسلم. لا بطلت استعمل الكافي يا مصطفى خلاص. دي بقى احمل المارينيه الفراخ عشان احمر الفراخ شويه. زيت مصطفى تشتي فراخ. بسم الله. في حلة كمان مليانة. قصة واحدة كده على طول. وطني يا مريم يا مصطفى سيجار من الكلمة نشغل نحط في البلكونة برضه في الفرن اللي هناك. يلا روح. عاملين يجي 80 فرخة. 50 فرخة لوحدهم بيعملوا 200 حتة. حط الرز زي مريم. خلص السبب ده روح وجيه. حلوفة. نعمل ملوخية هنعمل 10 اكياس حلوة و10 اكياس حلة تانية. ادي الحلة البلدة اهي الاول. يا مريم كيس توم هنا. وادي 10 طباق اكياس ملوخية. كيس تاني؟ اه على ما التوم يفك تكون تعمل ملوخية فكت. نقلب بقى فيهم كده بالراحه بشويش لحد ما يفك. تعالى بنجهز الحله الثانيه كمان. ادي الملوخيه الثوم اهو. ادي الكزبره. يا عم رمضان مش تعمل لي الحب بقى. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. هات الحلقة اللي مخلي جوه يلا. اه استنى شوف انا شوف الملوخية عشان ايه انا الملوخية خبرتي فيها معلش. وريني تعالى يا رماني دوب وريني يا عم الكبشة دي هنعمل ملوخية وبتاع. دي هو يا دوب. امال يعني يا رماني تعالى هنا دوب. ايوه يا حبيبي. انا هنا ابويا حاضر. هات الحلقة الثانية يا مصطفى يا عادل حلت الملوخيه. عايز ملح. عايز ملح يا شيخ. طيب. يا شيخ. الفراخ؟ اه. ركز وانا موجوده. ماشي. عشان ما حدش يلدع مني. يا شيخ. حدش يبص مني. اه والله. عم
حطها هنا بالبنت الشريف. يا غالي هنا بالبنت الشريف. سخنة. شبه حاجة يا عنطر يا عم. ما كنتش تقول له كلمة كلش. والنبي المعلقة بعد إذنك. المعلقة الثانية. استنى قلبهم عشان فيهم مرقة. لا إله إلا الله. اسمع كلام الشيف عنطر. إيه يا عم إحنا مش مليل عليكم ولا في السهرة دي. كلام الشيف عنطر. اه ايه المديره ايه بتقول اسمع كلام الشيف عنطر. ولا سيد النهارده. ولا سيد النهارده. ده تقولش انت يا شيف محرجاهم جايلهم عنطر ده. فتحت. اه شوف. اهي. مصطفى امبارح عمل لي مشكله. ورماني عمل لي مشكله. وسيد النهارده عمل لي مشكله. اه كله. ايه حله الرز؟ خد تعالى. بيقول لي استنى اعمل مشكله. خدها ومشي. لما خدتها ومشي بقى من السخنه بتاعتها. انا امبارح عملت له قدامك. طب ما تنزلها من على كتفي. خلاص يا عم. معلش ما جراش حاجه. قال لي لا تلاقيها الا لسه. انا فتحت بقى ولا بشوفهم يا عم. بسم الله ما شاء الله. ما حطيتوش المنابات فوق الدور. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شيل يا حاجه. الله ينور يا عم سيد. احمد رص الفراخ فوق الرز يا احمد. يا زوز Thank you.
مصطفى. يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى حبيبي يا حبيبي يا بحر حبيبي يا بحر حبيبي يا بحر واخي في مكه دلوقتي ربنا يجيبك بالسلامه يا بحر امين يا رب I'm gonna go to the hospital.